تواجد وبدأ يعلن عن نفسه. حارس المرمى البديل سامح محمود بيجري عمليات الإحماء استعدادا للنزول في أي وقت من أوقات اللقاء، لكن سليمة والله. ورجع مرة تانية عصام ثروة حارس المرمى علشان يحمي عرينه مع الدقائق المتبقية من الشوط الأول. ركنية، هوبا، جول أول لمصلحة فريق طلائع الجيش من الكرات الثابتة والعرضيات اللي كانت نعم مفعولها مبطل ومعطل، ولكن لم تتعطل في تلك اللقطة، وبالتالي أوسو كونان بكل سهولة يستغل سوء الحالة البدنية لقبل حارس المرمى، وبالتالي اللي كان لسه بيبحث عن الاستفاقة والعودة وبالتالي تردد في الخروج في وضعية تمركز تحت القائمين والعرضة مع تمركز خط دفاع اللي اكتفى بالمشاهدة والفرجة للكرة الملعوبة العالية، وبالتالي أوسو كونان يوقع على الهدف الأول في